اليوم في يوم الخميس 27 من شهر تموز 2017 دخلت الدفعة الأولى من قوافل الهلال الأحمر التي تحمل المواد الطبية. طبعا لها عدة مكملات من الشاحنات يعني ستدخل في الأيام القادمة حسب ما حدثونا في الهلال الأحمر. نحن في جيش الإسلام مهمتنا كانت حماية هذه القوافل والحفاظ عليها وحماية الوفد المرافق لها منذ دخولها وحتى عودتها. هذه الشاحنات المكونة من 5 شاحنات اليوم محملة بالمواد الطبية ومواد غسيل الكلى، وإن شاء الله تعالى الأيام القادمة ستكون هناك مكملات من مواد طبية وحتى مواد غذائية ستدخل إلى كافة بلدات الغوطة الشرقية. ترجمة